تعد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تأسست في عام 1983 برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ثاني أفضل هيئة إنسانية على مستوى قارة آسيا، حيث نالت الاعتراف الدولي باعتبارها العضو رقم 139 في الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر. وإلى جانب دورها الكبير في مساندة السلطات الرسمية في زمن السلم والحرب، استطاعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وأمينها العام سعادة محمد خليفة الجمزي تحقيق أهدافها في مجالات العمل الإنساني محلياً ودولياً بتقديم المساعدات الطبية والمالية ومساعدة طلاب العلم والسجناء ودعم المؤسسات، بالإضافة إلى جهودها العملاقة في مجالات الإغاثة والطوارئ. كما تعمل الهيئة جاهدة على تحسين خدماتها والارتقاء بأدائها لتحقيق أعلى معدلات التميز، مما أكسبها شهرة واسعة فاستحقت احترام العالم وإعجابه. نرحب بنجم من نجوم الإمارات، لاعب فذ مثل الإمارات خير تمثيل، سفير الرياضة في الإمارات، نجمنا ولاعبنا الكبير عدنان الطلياني. السلام عليكم ورحمة الله. أكثر من 27 عاماً من العطاء المتواصل لنجدة المنكوبين وإغاثة الأيتام والمعوزين. أكثر من 3 مليارات درهم صنعت فارقاً في حياة الملايين الناس حول العالم. أكثر من 50,000 يتيم يكفلهم أهل الخير بالإمارات وترعاهم هيئة الهلال الأحمر الإماراتية على امتداد العالم، لكن الصورة لا تزال قاتمة، فيجب أن لا ننسى أن هناك بعد الكثير من الأيتام ينتظرون من يساعدهم لمواجهة ظروف الحياة الصعبة، وأن هناك أكثر من 1 مليار جائع حول العالم وملايين من البشر تعاني من أثار الكوارث. أمل هؤلاء يتعلق بقلب رحيم ونظرة إنسانية تضيء لهم شعور الأمل. الهلال الأحمر ينبهنا بأن هؤلاء الناس موجودون، وأن مساعدة أشد الفئات ضعفاً في المجتمع واجب علينا، خصوصاً عند وقوع الكوارث والنزاعات. الهلال الأحمر يحمل رسالة عالمية تقضي بالحفاظ على الكرامة والإنسانية والتأكيد على حق الحياة لكل إنسان، وخاصة بالنسبة للمدنيين في ساحات الصراع. الهلال الأحمر في الإمارات يسعى لتحقيق هذه الأهداف جميعها، وهو يجمع النبل من كل أطرافه ليأخذ مكانه على قائمة النبلاء. أدعو السيدة ناعمة المنصوري مندوبة الهلال الأحمر لاستلام الجائزة.